ادي حبه الكالاماري بتوعي قطعين عريض شويه عشان يستحمل معايا الشوي. انا هشويهم على الشوايه والخضار بتاعي اللي موجود برده هستغله على الشوايه برده. طيب ادي الخضار بتاعي فلفل حار، فلفل احمر، عندي كمان بصل، عندي مشروم طماطم شيري، وعندي كمان فلفل اخضر واصفر يعني، وهديله كمان عندي سنه هريسه، ولكن هتبله تتبيله حلوه دلوقتي بحبه صويا صوص مش كتير، واخد بالي الصويا صوص طبعا مالح شويه. مع الصويا صوص دول فص ثوم حلو، او بدل ما الف اللفه تاني هاخد معلقه من التتبيله بتاعت الجمبري، فاكرينها؟ شوف عامله ازاي؟ معلقه حلوه كده تدي نفس حلو، معاهم كمان حبه زيت عباد شمس او ذره عشان الشوايه ما تاكسدش معايا، بس ايه؟ زيت الزيتون، واقلبهم تقليبه حلوه. راحوا في حته تانيه خالص، شوف المنظر. الشوايه او الطاسه اللي عند حضرتك، بسم الله الرحمن الرحيم، اعمل كده. هشويهم شويه، اصفي التتبيله، اخد لون ونشوف الحكايه ماشيه ازاي. ريحه الصويا صوت مع التوم في السي فود بالذات ودي حته تانيه خالص. سيبهم على الشوايه، ارجع للبصلايه نفس التتبيله اهي، انزل بيها تاني. فلفل الاخضر بتاعي والاحمر وكل الالوان اللي انا عايز احطها كلها في نفس التتبيله اللي انا تبلت فيها الكاليماري بتاعي. حبه الفلفل الحار لو حبينا، واقلبهم مع بعض تقريبه حلوه اهو بنفس التتبيله، وممكن ندي تاتش كمان زياده اهو. حلاوه السمك اي تتبيله عندي هتمشي معاها، هتمشي لو عملتها في المقلي هياخد الباقي منه، هزوده وهدور عليه مش عارف ايه احط ايه، يعني قصدي اقول الحاجات اللي موجوده قدامنا نقدر نوظفها كويس جدا. هبدأ هعمل ايه بقى؟ اوسع شويه على جنب كده، انا عايز الشويه الاولى دي بس. شايفين الالوان عامله ازاي على الشوايه؟ انزل بالخضار بتاعي هنا على جنب. الناحيه الثانيه هجهز الجمبري، مش هياخد مننا ان شاء الله خمس دقائق كل الحكايه دي كلها. هنزل تاني هنا بنفس الكاسرول دي، واديله تتبيله برده لطيفه، سنه صويا صوص كمان هيدي تيست عالي، حطهم بالمره، مش هحط ملح طبعا، انا حطينا صويا صوص ما بحطش ملح. واخد برده معلقه من الخلطه الحلوه دي، وازود تاتش توم لو حبيت، واقلب كويس الجمبري. شايفين الكلام رايح فين؟ سكه مختلفه شويه، الريحه انا شاممها حلوه جدا جدا. دول جاهزين على الفينش بقى، بعد ما ارفع حاجتي كلها خلاص اخر تتبيله، اخر تقليبه ولا ايه؟ نقلب بقى ونشوف الحكايه ماشيه ازاي. حاضر. بص منظر الكاليماري هنا على الشوايه، ده اللي انا عايزه، الالوان الحلوه دي. شوف المنظر. دعاء هانم صباح الفل. عفوا، دعاء هانم. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اهلا بيك يا دعاء. اهلا بيك يا فندم، اخبارك ايه؟ دايما منور مكانك يا فندم. وجودك يا فندم كلك ذوق، بتعمل لنا الحلو كله كده دايما. الله يبارك لك، كلك ذوق يا فندم، شكرا. الله يخليك. عايزين بقى يشوف علاء شويه جمبري مقلي على صبيت مقلي كده بتاع المحلات الجميل ده. حاضر، اوامر امر، حاضر ماشي. وفي العيش بقى ومعاهم شويه رز بقى ده بتاع المحلات كده، تظبطنا بقى يا فندم. ورغيفه عيش لو عايزه اللي هي انصاص دي بجرجير دي. ايوه الشغل الجميل ده بقى بتاع حضرتك ده. بتريحوني على فكره لما تقولي المنيو ده، على فكره إيه؟ بتريحوني جدا. هتبقى والله هيبقى يوم جميل. حاضر، يعني اوعدك ان شاء الله كده هيبقى يوم حلو قوي. اوعدك ان شاء الله الاسبوع الجاي باذن الله هنعمل طلعه حلوه جميله. يوسف ابني بقى بيحب حضرتك جدا ومعاك عايز يكلمك. دهون يويو جميل، ربنا يحفظه لك يا رب. الو الو، انا ازاي حضرتك يا صباح الفل يا يوسف يا صاحبي، اخبارك ايه؟ الحمد لله. ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله. تحت امرك امر. انا عندي عاوز اشارك مع حضرتك في المسابقه. حاضر، عينيا الاثنين ماشي، وايه كمان؟ ودي اللي انا، ده اللي انا عاوزه من حضرتك. عينيا الاثنين، ده تؤمر امر. حاضر ماشي. بتعرف تعمل اكل ولا نص نص يا يوسف؟ ايه بقى؟ بعرف اعمل اكل. ايه بقى بتعرف تعمل اكل؟ بعرف اعمل البانيه. البانيه ماشي، وايه كمان؟ وبانيه وبيتزا. بانيه وبيتزا حلوي ماشي، حلقه يعني اوكي. ماشي الكلام، يلا ظبط نفسك وسمي حالك بلد بالكنترول. زينة اختي عاوزه اتكلم حضرتك. الدهاني الدهاني. الو 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 يا شيف، يا صباح الفل يا حبيبتي شيف، ازيك؟ انا بحب حضرتك قوي وعاوزه اطلع معاك انا واخويا نعمل اكل. يا حبيبتي تنوريني وتشرفيني، واحلى اكله من ايدك. أنا طبعا انا بعرف اعمل الشيش طاووق. ماشي الكلام، وايه كمان؟ ويعني بس انا ما اتدربتش عليه، بس لما اجي عند حضرتك هتدرب عليه، والبني ده سهل. ماشي الكلام يا قمر. انت قلت لي اسمك ايه؟
اسمي لوجي. لوجي اسمك حلو قوي يا جوجو والله. حاضر لما تيجي عندي نعمله مع بعض. اوكي ماشي الكلام. حاجه ثانيه؟ لا شكرا. صباح الورد عليك وصباح على بابا وماما كتير جدا، ربنا يحميك يا بنتي ويحفظك يا رب انت كل اولادنا يا رب. حاضر. التتبيله باينه والشوي كل حاجه قدام حضراتكم باينه، بس انا مش عايز اروح اقرب هنا لان هنا في خايف اعطس بقى وكح والحاجات اللي مش لطيفه دي، فعشان كده تلاقيني بس ببعد شويه. التتبيله حلوه اللي بقى دي، بصوا اهي انزل بيها برضو على وش الايه الخضار بتاعي وحاجتي كلها اهو. دلع بقى الحاجات دي كلها بتتعمل كده على الطاسه على الشوايه قدام حضرتك، تقلبتين حلوين وكله هيترفع ان شاء الله ويكمل تسويته فين؟ في الفرن. افندم يوسف، يا يوسف. طيب كلمني تاني يا جو في انتظارك. الجمبري ما بياخدش مني وقت خالص على الشواية، وبحطه عندي في الاواخر، فدلوقتي هرفع عفوا هبدا ارفع حاجتي كلها واكمل لو في تسويه ناقصه سنه ولا بتاع عشان حاجتي ما تنشفش مني على الشواية. بص المنظر عامل ازاي، ما فيهوش اي افتكاسه خالص ولا صعوبه. اجي اروح مديله حبه بقى في الفينش خالص بقى، مش هحط له طماطم الصراحه، خلاص خليه زي ما هو كده. ادي بقى حبه زيت الزيتون على الوش كده في اخر الدلع بقى، يخلوا حاجه ملمعه، والم كل الكلام ده كله واطلع بيه على فين؟ على صينيه حلوه في الفرن اهو. عفوا هنجيب الصينيه دي هنا، نوسع نفسنا كده عشان ايه نجيب الشوايه على الصينيه على طول ونخش على الطبق اللي بعده باذن الله. حاضر عينيا لحظه واحده، معلش يا جماعه اللي بيكحكحوا معلش سامحونا. بسم الله الرحمن الرحيم. بص منظر الصينيه عامله ازاي بالجمبري بحاجتها كلها اه، كله هنا كده ينزل خلاص. خدنا الشوايه اللي احنا عايزينها، خدنا اللون اللطيف، الصويا صوص ساعدنا، التوم والفلفل الحار عاملين قلبان في الاستوديو يعني في ريحه حلوه، هو ده المطلوب اهو. شكرا افندم. يا نور انا بحضرتك يا شيف علاء. صباح الورد والياسمين. صباح النور. ازيك يا نونو؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ كويسه الحمد لله. تحت امرك امر. لو سمحت عايز اعرف طريقه البكاتا وطريقه الجاتوشاتو. حاضر عينيا الاثنين. ماشي انت اخبارك في المطبخ؟ لا انا تمام الحمد لله. يعني بتطبخي كويس وتمام؟ اه الحمد لله. البكاتا دي مين اللي عاملها في البيت، انت ولا ماما؟ لا انا بصراحه. ماشي الكلام. فراخ ولا لحمه؟ ممكن فراخ. حاضر اوامرك. حاضر ماشي الكلام. بشكرك. حاضر يا نور. ماشي ميرسي جدا. حاضر تحت امرك. زي ما حضراتكم شايفين بص المنظر عامل ازاي، بص الجمبري تسويته عامل ازاي، شم النار، بص الجوس عامل ازاي. انا بتكلم في كده اهو. بص الكاليماري خد اللون اللي انا عايزه ولكن لسه ما استواش، اعرف منين؟ هوريكم حالا اهو. بصوا لسه ما استواش شويه اهو، يعني خد جزء او كل حاجه بس عايز سنه كمان كده. انا ظبطت اموري وتم التمام. اروح عامل ايه؟ ورقه الومنيوم ومدخل برده الفرن اهو، مكمل تسويتي وما احرقش الحاجه مني. خلاص خدت اللون اللي انا عايزه بكل بساطه، اروح عامل كده واروح مدخل الفرن برده ويعيش حياته شويه، تاخد مني 15 دقيقة إن شاء الله. والجمبري شغال برضو زي الفل في الفرن. ماشي الجمبري نغرفه، الفايتة هنا أوكي زي ما هي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. فايتة معمولة في البيت، يعني أنا ما بحبش موضوع التحديات بس أنا عايزك أنت تتحدي أي مطعم يعملها لك، والله هتعملها أحسن 100 مرة أهو. بالصوص بتاعها ده بقى مشروم، بص عامل ازاي، معموله بطريقه نظيفه ببساطه في البيت، مفيش اي حوارات فيها خالص ولا صعوبه ان شاء الله، تطلع على طول زي ما هي كده. في ناس تحب تحط عليها جبنه بقى وذره وطماطم، كل واحد وذوقه براحته، وانا حبيت بس اعملها بشكل يكون مختلف تاني. طيب